بالتأكيد يعني أولا إحنا خلينا نقول بكل صراحة رسالة بأنه هناك أمن وأمان واستقرار وأن هناك عائلات رجعت للمدينة. فهناك اثنين شباب من شباب المدينة اللي كانوا متواجدين في الدورة وقرروا يكونوا عرس شباب بتاعهم في مدينة الدورة، وبالتأكيد هذه كانت بادرة جيدة. لجنة الإغاثة التابعة للمجلس المحلي ورعاية الطفولة والمجلس المحلي والنشطاء في مدينة الدورة كانوا متواجدين، والعيان والأمهات والعائلات القائمة هناك والعائلات الزائرة. كان شيء يوم جميل، وكان زي ما قلت رسالة، وكان اللي يعني عروس من المنطقة الشرقية والشاب كان من نازلين في المنطقة الغربية والتقوا في الدورة. الحمد لله يعني دليل على انه المنطقة بادية كل يوم من حسن إلى أحسن. في فترة من الفترات سيد عبد الرحمن الكشكشاك كان يقول المسؤولون في الدولة بأن تورغ غير صالحة للعيش، والكهرباء والماء والخدمات اللوجستية لا يمكن أن تحل في يوم وليلة. هل يمكن أن نقول أن تورغ تجاوزت هذه المرحلة الآن؟ بالتأكيد احنا متجاوزين من البداية. لكثيرين اللي قالوا هذا الكلام وغير هذا الكلام، لكن نحن على الارض، نحن بالعمل الحمد لله. تورغ هذا اللي يدخلوا تورغ اربع شهور في كراسة القصف في مخيمات في رياح وفي الصباح في كيرتان، فما بالك في مدينتهم وفي ارضهم وفي بيوتهم وبجانب جيرانهم، وخاصة النسوة اللي سمعت المصالحة فيما بينهم. حتى في هذا الفرح كانت اعداد كبيرة جدا من مدينة مصراتة حاضرين، ومنظمات ومسؤولين وسيد وزير المهاجرين ووفد من وزارة الصحة والإعلام، والحمد لله يعني الآن تورها في وضع جيد. الكهرباء تم تركيز كل الأعمدة، الآن بادين في تركيب البيوت، قد يكون من 10 إلى 15 يوم إن شاء الله تبدأ الإنارة في الشوارع الرئيسية في مدينة تورها، وتبدأ الأعمال بالتوصيل للأحياء إن شاء الله من قبل دائرة تورها. نعم. النظافه الحمد لله بادين، مكتب هناك متواجد على طول، مكتب خدمات تورغ النظافه، وكل يوم يقوم بعمليه التنظيف. المستشفى الميداني متواجد، تم ترتيب المدرسه، الناس الان تنشط فيها، التعليم جاهز في المدرسه بمعدات المطلوبات، تم تشييد مدرسه ثانيه. أمور الحمد لله، عائلات الآن تجني في الأمور الأخير. في أول مرة أيضا من 7 سنوات يعني عجيب تورغ في الأسواق في تداول الناس يدفعوا في مخيلهم، ونقول احنا بالعامية نتاعنا يشكوا ويديروا في العجيب ويبيعوا فيه، هذا شيء جيد. أول أمس بمناسبة الرئيس النافع وأنا كنت متجول في وديان تورغ كلها سادة الحمد لله، والناس واخذ الشعير وتشارك وتحرص، وهذا حتى هو من 7 سنوات. فهناك اشياء كثيره جدا ممتازه، وهذه رساله ان تورغ صالحه للسكن. وانا ما نقولش تورغ صالحه للسكن، بل ما نقول ان تورغ باهلها وبشبابها وبكذا وبجيرانها وبعلاقاتها الجيده معهم، ممكن تبني نفسها وممكن تعكس كل الكلام اللي كانوا يقولوا فيه ان تورغ غير صالحه. طيب استاذ عبد الرحمن، يعني لافت في هذا الخبر أن هذا العرس الذي أقيم لأول مرة منذ 7 سنوات في تورغة كان برعاية مكتب الإغاثة والمساعدات الإنسانية ورعاية الطفولة. قد لا يعلم الكثير من المشاهدين من هو هذا المكتب، ما هو نوع المساعدة التي يقدمها إلى أهل تورغة؟ مكتب الرعاية لجنة الإغاثة والرعاية الطفولة والخدمات الإنسانية لن يتصدع المجلس المحلي تورغ، هي اللي بتتولى كل برامج الاغاثه والانشطه الاجتماعيه في المنطقه. المجلس المحلي داعم لهذه اللجنه، هو اللي صادر قرارها في التركيز، تعتبر اداره من ادارات المجلس المحلي. اللجنه هذه الاغاثه فيها مجموعه من الشباب والشابات في تورغ وحتى عجايز اللي تقوم بالتطبيق بساعه كبيره، ومن 7 سنوات كسبت خبره في داخل المخيمات في اقامه هذه الانشطه، وهي اللي شرفته كانت مأكده جميله جدا، وكان نشاطه كان مياسساته كان مياسساته وغطى الطبخ وجهز
نحن شباب ثورة هم اللي قاموا بكل شيء. الفرح كان وكأنه فرح في العودة، والشباب اثنين كانوا وكأنهم حساب لكل أبناء لكل عائلة ثورة. كان حضور الشعبي 100 وحوالي 25 عائلة اللي موجودة ساكنة، إضافة لجو من خارج ثورة كان زيارة في هذه المناسبة، كان زخم كبير جدا وكان ممتاز. كانت رسالة جميلة جميلة جدا، ولجنة الاستغاثة والمساعدة الإنسانية ورعاية الطلب الناس المحلي مشكورين جدا جدا، قاموا في نشاط كبير جدا ونجحوا في انهم يوصلوا رسالة جميلة لكل الاهالي. وهذا شجع الان مكتب شؤون الزكاة في مجلس المحافظة ثورة انه يبعث الان انه حيقيم الايام الجاية ان شاء الله عبد الجماعي الاخر لشباب ثورة اللي الظروف طيب من عدم التوازن، هذا تشجيع لهم حقهم ان شاء الله حقهم بهم. طيب داخل أختم معك سيد عبد الرحمن بهذا السؤال، وربما يعني هذا السؤال تحديدا يحتاج إلى إجابة صريحة. أنتم الآن كمسؤولين محليين عن مدينة تورغة، هل لديكم الإمكانيات المناسبة التي تتمكنون من خلالها من تأدية الدور المنط بكم على أكمل ما يجه تجاه أهل تورغة؟ والله الحمد لله. طبعا انا ما اقولها بكل صراحه وقلتها من قبل، ما في هناك شويه فتو وشويه تاخر في ما تعهدت به الحكومه، في تاخر وفتو شديد جدا بما تعهدت به المنظمات الدوليه. نحن قبل ان نوقع كان الاتفاق عم بين الشيخ انها بتقوم بصيانه المدارس وباسرع ما يمكن وقامت به تقديما، والان نحن عند ارض تاخر في حضور نحاول معهم. الان احنا نشتغل على التهيئه مدينه ثورها. الامور بالنسبه لنا كيف نجهز هذه الامور باسرع ما يمكن حسب امكانياتنا في مساعده البلديات الوزاره، خاصه بلديه الساسه واصحابنا بامكانيات المجلس. الجانب الاخر واللي هو ماهوش اللي ذكر في اسماء، ولكن حقيقه وصلنا رجال اعمال من واحد خير من مناطق المزاورة، ركبوا الأسبوع الماضي محطة لتحليه المياه. من مدينة الزيت رجال الخير جاءوا وعملوا دراسة من جاهزين لزيارة المسجد الرئيسي في موجود وأحد المدارس وبدأت العمل. فقصدي الأمور جيدة، مستنيين إحنا نهيئ الظروف اللي تخلي المواطن يرجع. غدا إن شاء الله يبدأ المكاتب في حط الأضرار واستلمت الملفات منها وبالتوسيع، وسلمنا كل مكتب حوالي 300 ملف اللي جاهز لدينا وعطينا علم عشان يبدأ فيهم. طيب أول مكتب حيبدأ غدا إن شاء الله، حيبدأ بالمحال التجارية والأنشطة الخاصة في احتراق بالكامل، لأن الناس حتفتح محلاتها خاصة بالتاشر. الكهرباء زي ما قلت لك محطة البنزين متوفر كل شيء الحمد لله. نعم. الأمن والأمان وهذا هو الأساس، متوفر وشيء جميل جدا. الأهالي برضو أعطي رسالة جميلة أن الأرض فوق كل اعتبار وما نتبعوش لكل الكلام اللي صار. نعم. وتورغ الآن فيها من الشرق ومن الجنوب ومن الغرب، أهم شيء أرضكم يتسوق في مدينة مصراتة بكل حرية في نساهم وفي رجالهم يتبادلوا معهم في طيب أنشطة مختلفة. وهذه هي رسالتنا وهذه اللي نحاسبين عليها، أما كيفية البناء وكيف تقدم لنا المنظمات وكيف تقدم لنا الدولة. طيب نحن نطالب ونعيط كل يوم رسميا ولا حتى برسائلنا وحتى شفهير وحتى كتاب، هم وضميرهم إن شاء الله رب يجيبهم ويعطينا ونحن بدورنا إن شاء الله سيد عبد الرحمن سنتابع أولا بأول التطورات وعودة الحياة في تورغة. عموما شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر الهاتف عبد الرحمن الشاشاك رئيس المجلس المحلي تورغة.